أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. من موقع الهيئة نت: ميليشيات مسلحة تختطف 5 أشخاص شمالية تكريت. ومن صحيفة المدى: الخلاف على فدية الصيادين القطريين يسحب العامري من تحالف الصدر والعبادي. من موقع كتابات: مستشفيات العراق بلا كهرباء، الحر يفتك بالمرضى. ومن موقع الجزيرة نت: يوم حافل بتركيا، تنصيب أردوغان واحتفال مهيب. من صحيفة العربي الجديد: تركيا تدخل النظام الرئاسي اليوم بحضور زعماء عرب وأجانب. ومن صحيفة القدس العربية: العراق الحشد الشعبي يتجه للقتال إلى جانب الحوثيين في اليمن. وأخيرا من صحيفة الحياة: إنهاء محنة 4 فتية في الكهف التايلاندي وسباق مع الزمن لإنقاذ الباقين. أهلا بكم. ما هي مشكلة الكهرباء بالضبط من دون بلدان العالم قاطبة، بما فيها الفقيرة التي لا تنتج وتبيع نفطا أو غازا، وليس لديها أنهار ومسطحات مائية واسعة وأراض زراعية خصبة كما العراق؟ يعاني العراق من هذه المشكلة المعضلة الكارثة، صفوها كما تصفوها، على نحو متفاقم السنة بعد الأخرى. إنهم لصوص ليس حكومة، هكذا عنوان الكاتب عدنان حسين مقالته في صحيفة المدى العراقية. نعم، ما هي المشكلة بالضبط؟ ففي كل سنة وأحيانا في كل شهر يتعهد رؤساء الحكومة ونواب رؤساء الحكومة ووزراء الكهرباء بحل قريب للمشكلة، ولا يحصل غير أن المشكلة تتفاقم. رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي أعلن في مؤتمر صحفي أواخر آيار الماضي أن التجهيز بالطاقة سيتحسن في غضون الأسبوعين التاليين بدخول وحدات توليدية إضافية إلى المنظومة الوطنية، وقد مرت الآن 6 أسابيع، فيما وضع التجهيز بالكهرباء أسوأ مما كان عليه في وقت الإعلان، للكذب والبحث عن ذرائع تاريخ طويل يمتد إلى عهد الحكومات السابقة من نور المالكي. سمعنا في سنوات ولايتيه الاثنتين وعودا خلابة كثيرة بحل المشكلة، بل إن نائبه لشؤون الطاقة حسين شارستاني لم يتوانى عن إطلاق كذبة بحجم قنبلة نووية عندما أعلن أن العراق لا يبلغ فقط مرحلة الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، بل سيصدرها إلى الخارج بنهاية العام 2013. لكل مستمر الكذب في هذا الخصوص وفي غيره، ولا أحد يريد أن يقول الحقيقة، والحقيقة لها وجهان: الأول أن رؤساء الحكومة ليسوا جديرين بأن يكونوا رؤساء حكومات ليديروا حكوماتهم ووزرائها على النحو الصحيح. بفضل التخادم المتبادل بين كبار الفاسدين في دولتنا وهم كبار مسؤولي هذه الدولة، لا ينكشف ملف الفساد في الكهرباء ولا في غيرها، ولا يوضع حد لهذا الفساد المهول، ولا تنتهي محنة العراقيين مع كهرباء وسواها. منذ 3 أيام نشر الصحفي البريطاني المعروف باتريك كوكبيرن تقريرا في الاندبندنت عن جولته الأخيرة في العراق، نقل فيه عن مهندس عراقي متقاعد قوله له: اكتب، في العراق لا توجد دولة، يوجد فقط لصوص، هذا هو واقع الحال. الصفقة الخاسرة عنوان للكاتب ناجح صالح في صحيفة الزمان العراقية. فالصفقة التجارية التي تساوم على سلعة أو بضاعة ثم يشوبها غش أو رشوة أو ربا هي خاسرة في آخر المطاف، وإن كانت رابحة تبدو للعيان قد حققت ما تصبو إليه، ذلك أنها لعبة خطيرة فيها خداع وسرقة واستغلال،
أما الصفقة التجارية التي من شأنها خدمة الاقتصاد الوطني غير ناسية أرباحها المعقولة، ولكن بأمانة وصدق ولا تروم إيذاء قوات أو أقوات الفقراء، فهي صفقة رابحة. فإذا تطلعنا إلى الصفقات السياسية سوف نرى كم تكمن الخطورة في أكثر هذه الصفقات، ذلك أنها تعمل في الظلام وخلف الكواليس لتكون لها السيادة والنفوذ بطريق غير مشروع، ولتحدث ضررا بالغا بالوطن وسيادته. لقد آثرت هذه الفئات المنحرفة مصالحها وكرست جهدها لإيقاف عجلة التقدم لتكسب هي ثروة فوق ثروة على حساب أكثرية تئن من وطأة الفقر والحرمان. إن الخطر كله يكمن في هذه الصفقات السياسية التي تنأى بأسلوبها الرخيص عن المواطن وتضع حاجزا سميكا بينها وبينه ليضيع الوطن في مثل هذه الصفقات المشبوهة. ولعلنا ندرك اليوم ما آل إليه وطننا من تخلف، فلم تعد تجدي محاولات الإصلاح التي يروم بها البعض لإنقاذ هذا الوطن من مخالب وأنياب عبيد السلطة والنفوذ. لقد فرض الاستبداد نفسه على هذه الفئة الباغية التي سلك سلوكا منحرفا، وهي مع ذلك تتظاهر بالنزاهة والأمانة وخدمة الوطن. نخسر كل يوم ضحايا أبرياء كناتج لهذه الصفقات الملتوية المشبوهة، ونخسر أيضا ثروات طائلة في عمليات ترميم كاذبة. أرأيت أكثر من هذه الخيانة في مثل هذه الصفقات؟ أرأيت كيف يتراجع وطننا خطوات ومسافات إزاء هجوم شرس من فئات متطرفة تحتويها الأثرة على أي شيء آخر؟ كما لا يخفى علينا أن هناك صفقات إعلامية تملأ الدنيا ضجيجا ابتغاء مكاسب متناسية أمور الوطن وهمومه، ومثل هذه الصفقات تريد أن تغير واقع الحال لنرى الصورة مشوهة مقلوبة، ولتكون الرشوة أمرا مقبولا والسرقة حقا مشروعا وقتل الأبرياء احترازا من الخطر. ويكمل الكاتب: هكذا تسول الصفقات الإعلامية لنفسها أن تكون منبرا للدفاع عن الوطن في الوقت الذي هي تسيء إليه الإساءة البالغة وتكتم على أنفاس مواطنيه يكون تحت رحمة القوى الغاشمة الماكرة. هذه هي الصفقات الخاسرة التي يكون شأنها أخطر من أي شأن، ولكنها لا تراعي ولا تريد للوطن أن يأخذ مكانته اللائقة تحت الشمس. لعنة تشابه الأسماء تزيد زحمة السجون الحكومية بحسب تقرير لصحيفة العرب الجديد. ويؤكد مسؤولون محليون في الموصل أن نحو 2500 شخص في المدينة يعانون من مسألة تشابه الأسماء، وقد استحصل بعضهم على قرار قضائي باسمه واسم والدته وأنه ليس الشخص المطلوب من قبل المحاكم العراقية، والآخرون لا يخرجون من منطقتهم إلا للضرورة القصوى. ورغم إصدار السلطات العراقية تعليمات مشددة حول مشكلة تشابه الأسماء، ما زال أفراد الأمن والحشد الشعبي يعتمدون في عمليات الاعتقال على الاسم الثلاثي للعراقيين، وتشير تقارير إلى وجود 60,000 مطلوب للقضاء بتهم الإرهاب، بينهم العشرات من الطلقاء الذين تبحث بغداد عنهم من خلال نشر أسمائهم على حواجز التفتيش المنتشرة في العراق، والتي تجاوز عددها عتبة العشرات آلاف حاجز أخيرا، عدا عن تلك التابعة إلى ميليشيات الحشد الشعبي والتي تبلغ نحو 2000 حاجز، وتتميز بكون أغلبها متحركا وليس ثابتا. ولا تتوفر لدى القوات العراقية قاعدة بيانات كاملة عن المتورطين بجرائم إرهابية والقتال مع تنظيم داعش أو مساعدته، إذ بالعادة يكون أفضل ما لديها هو اسم المتهم واسم والده أو جده بلا تفاصيل أخرى. وتحولت الظاهرة إلى كابوس حقيقي، فهناك من لا يزال معتقلا بانتظار رد دائرة الجنسية للتأكد من حقيقة أنه ليس الإرهابي المقصود، وهو أمر قد يتطلب شهرا إلى 2 بسبب الروتين. وهناك من تمكن من الخروج سريعا بعد دفع رشاوى أو استخدام وساطات لمتنفذين.
وتضيف الصحيفة أن هناك الكثير من الأشخاص في المعتقلات والسجون بسبب تشابه الأسماء، وأن عودة المخبر السري والتهم الكيدية والاعترافات بالإكراه أدخلت الكثير من الناس الأبرياء السجون، ومن المفروض أن تلتفت الحكومة لهذا الأمر ويكون التحقيق وفق الآلية القانونية والدستورية. شرارة غضب شعبي في العراق تنطلق من حقول نفط البصرة هو عنوان لصحيفة العرب اللندنية. فهناك أزمات معيشية تزيد من وقعها الأجواء السياسية المشحونة، ولا وجود لطرف سياسي قادر على التحكم بحركة الشارع مستقبلا، حمل مقتل محتج على يد القوات الأمنية في مظاهرة بالبصرة جنوبي العراق حمل نذر صيف بالغ الحرارة في الشارع العراقي المثقل بالأزمات. أصبح فصل الصيف في العراق مرتبطاً باحتجاجات الشارع والتي تفجرها بشكل مباشر الأزمات المعيشية، على رأسها أزمة الماء والكهرباء والتي تمثل أوضح أنموذجاً عن الفساد الحكومي وإهدار ثروات البلاد وسوء التصرف فيها رغم كثرتها وتنوعها. وتوسعت تلك الاحتجاجات خلال السنوات القليلة الماضية لتصبح حركة تلقائية للمطالبة بالإصلاح والتغيير، بما في ذلك تغيير العملية السياسية التي لم تعد موضع ثقة ورضا الغالبية العظمى من العراقيين، بل تحولت إلى رمز لضعف الدولة وتراجعها على مختلف الصعد، كما تحول كبار قادتها إلى رموز للفساد والتكالب على السلطة تحقيقا للمنافع الشخصية. وتلوح علامات موجة الغضب الشعبي في العراق هذا الصيف في أجواء سياسية ملبدة تتميز بالصراع الحاد القائم على نتائج الانتخابات الأخيرة وما حف بها من شبهات تزوير واسع النطاق. وتضيف الصحيفة أزمة الكهرباء في العراق الغنية بالنفط أنموذج عن الفساد الحكومي والإداري وأهدار ثروات البلاد وسوء التصرف فيها بحسب الصحيفة. يقول الكاتب حازم الأمين في مقال بصحيفة الحياة إن ثمة صلافة لبنانية سافرة في العلاقة مع سوريا والسوريين، ضيق يصل إلى حد الاختناق باللاجئين السوريين في مقابل شهية بدأت تكشف عن وجهها حيال ما توفره مقولة إعادة إعمار سوريا من احتمالات استثمارية، مطالبة بإلقاء اللاجئين السوريين خلف الحدود، ومطالبة أخرى موازية بإنشاء منطقة لتجارة حرة على الحدود لمساعدة رجال الأعمال اللبنانيين الطامحين في التوجه إلى دمشق للمفاوضة على عقود إعادة الإعمار. السلطة في بلادنا هي الفساد قبل أن تكون أي شيء آخر. الحروب تتوج بفساد، والانتخابات أيضا هي صورة عن شهية الفاسدين. التسويات تعقد مدفوعة بحماسة الفاسدين إلى حصة في غلة الحروب، ومن بين ما أفسدناه نحن أهل هذه والبلاد وحكامها هو حقيقة أن العنصرية البغيضة التي لطالما انبثقت من وجدان قومي أو وطني تطهيري وجرائمي أضيف إليها في حالتنا مزاج فاسد ومراوغ، فالصفقة تعقب الجريمة، وفي أحيان كثيرة الصفقة تحرك الجريمة. نمارس عنصرية بحق اللاجئين ونعقد صفقات للإتجار بحقوقهم، نسرق الهبات المرسلة إليهم ونطالب بإرسالهم إلى جحيم الحرب في بلادهم. والجديد أننا اليوم قد سبقناهم إلى بلادهم بعد أن أقمنا منطقة تجارة حرة على الحدود التي سيعبرونها مرغمين، وها نحن ننتظر قدومهم لنعيد إعمار بلادهم على نحو ما أعدنا إعمار بلدنا، ننتظرهم بالشهية ذاتها التي انتظرنا فيها عودة المهجرين في بلادنا. هل تذكرون عودة المهجرين في لبنان؟ هل تذكرون وادي الذهب؟ والحال أن المطالبين بإلقاء اللاجئين خلف الحدود هم أنفسهم تقريبا من تفتحت شهيتهم على الاستثمار في سوريا الأسد، الشرائح الصاعدة من رجال أعمال النظام الفساد اللبناني ممن قضموا الشواطئ اللبنانية
وهدموا المباني التراثية في بيروت، وأنشأوا شركات استفادات من علاقات زبائنية مع رجال السلطة. هم أنفسهم الطامحون إلى حصة في إعادة إعمار سوريا، وهؤلاء أيضاً من يملكون أو يمولون وسائل إعلام الخطاب العنصري حيال اللاجئين. إذا كانت طموحات الثورة السورية التي يشكل العرب السنة مكونها الأساس تقوم على إسقاط النظام، فإن طموحات أكراد سوريا لا يتجاوز إقامة كيان كردي يتمتع بحكم ذاتي على المدى القريب، قد يفضي إلى دولة مستقلة على المدى الأبعد، بحسب الكاتب حسن أبو هنية في موقع عربي 21. قد تكون وحدات حماية الشعب شريكا محوريا لواشنطن، لكنها في الوقت ذاته شريك إشكالي أيضاً، لأنها الذراع السوري المسلح لحزب العمال الكردستاني الناشط في تركيا والمدرج على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية والعالق في حلقة من العنف مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي الذي لا غنى عنه لجهود الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب ولأية جهود ترمي إلى وقف التصعيد وفي المحصلة إنهاء الحرب الأهلية السورية، حيث تعمل وحدات حماية الشعب الآن تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، وهي مظلة صممت لتيسير تجنيد العرب في صفوفها وتوفير درجة رمزية إضافية للفصل بين الدعم الأمريكي وحزب العمال الكردستاني، في حين أن قوات سوريا الديمقراطية توسعت في الشهور الأخيرة لتشمل عددا ملحوظا من المقاتلين العرب، فإنها تبقي عمليا تحت قيادة وحدات حماية الشعب وتعتمد على الكوادر الأكراد التي دربها حزب العمال الكردستاني والتي تشكل عمودها الفقري. فوحدات حماية الشعب وجناحها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي هما الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني، وما من احتمال يذكر في أن يغيرا علاقاتهما العضوية مع الحزب الأم في المستقبل المنظور. ويكمل الكاتب إن مصائر الكرد في سوريا لا يشبه مصير العرب السنة، ذلك أن طموحاتهم مختلفة وبراغماتية وواقعية، فالموقف الرسمي لكرد سوريا لا يصل حد الانفصال والمطالبة بالاستقلال، وقد احتفظ الكرد بصلات مع النظام السوري وصداقة مع روسيا وعلاقة مع إيران، وتقتصر مطالبهم عقب التحولات على مسألة الاتفاق مع دمشق بشأن الحكم الذاتي، إلا أن ذلك يتطلب تذليل الخلافات الكردية الداخلية العميقة التي بلغت حد القتال بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، نظرا للاختلافات الأيديولوجية والبرامجية والارتباطات الدولية والإقليمية المتضاربة. لكن المؤكد أن حلم إنشاء كيان كردي مستقل أصبح مستحيلا، بينما تحقيق حكم ذاتي بات ممكنا. العالم يحترق من الحرارة، هكذا عنونت الجزيرة نت في تقرير لها قبل أيام قليلة. بدأت موجة شديدة الحرارة في ضرب أجزاء متعددة من الوطن العربي، وصلت بدرجات الحرارة في بعض المناطق كمصر للأربعين درجة مئوية، وتخطى البعض الآخر في الخليج العربي حجز الخمسين درجة. ليست تلك الدرجات الأسوأ على الإطلاق، لكنها اقتربت من الأرقام القياسية في معظم مناطق الوطن العربي. هناك جانبا بحثيا يشير إلى ارتباط واضح بين التغير المناخي، خاصة ارتفاع قسوة الموجات الحارة وانتشار العنف في العديد من الدول، أما عبر رابط مباشر بين ارتفاع أو عبر رابط مباشر بين ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مقابل في السلوك الغاضب، وهو غير مؤكد بعد، أو عبر ارتباط غير مباشر بين التغير المناخي واضطراب الموارد الأساسية التي يعتمد عليها الإنسان،
كالمحاصيل الزراعية أو كمية الأسماك أو كمية المياه المتاحة، ما يتسبب بالضرورة في صراعات مسلحة محلية ودولية حول مصادرها التي تصبح أكثر ندرة يوما بعد يوم. بذلك يؤثر ارتفاع تردد وقسوة الموجات الحارة على اقتصاد الدول بصورة فجة، بداية من الآثار الرئيسة المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن الوطني، وصولا إلى التأثيرات المباشرة على المياه والكهرباء. والآن نذهب إلى فاصل من الكاريكاتير ثم نعود. مشاهدينا الكرام، أشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.